لو تريد أن تحارب روح للجبال، روح للجبال حاربهم، روح للرقة راح حاربهم، يعني روح حرر الحمص، روح حرر دمشق، روح حرر اللاذقية. طيب أستاذ هاني، يعني هل هذه كانت رسالة للبغدادي وناسه بأنهم بيهربوا؟ يعني كان عند تركيا مش علم بقى بالعملية الأمريكية، ولكن كانت عارفة أنه من ضمن أهداف الولايات المتحدة في هذه الآونة أنها تتخلص من زعيم تنظيم داعش. بالتأكيد زي ما بقول لحضرتك، يعني يمكن الأمر يمكن أن يتم الوصول إليه استنتاجا إذا كان هناك تحركات عسكرية أمريكية بالتأكيد داخل هذه المنطقة، إذا كان هناك عملية نسبية من تنسيق عمليات العبور هذا الأمر يمكن أن نستنتج من خلاله ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض. هذا ما قاله ياسين أقطاي ربما إذا حللناه بهدوء شديد يؤكد وجهة نظر أن الأمر لم يكن على علم، أن أنقرة لم تكن على علم كامل بما نوايا الولايات المتحدة، لذلك تم توجيه الرسالة إلى عناصر تنظيم القاعدة.